هل يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة الإلهية؟ أهو نوع من أنواع العبط. العبط قلنا كذا مرة وفهمنا إن العبط كم نوع؟ نوعان، عبط بسيط وعبط مشلتت اللي هو طبقات. فواحد بيدعي وبعدين يقول له إذا شئت، يعني هو أنت بتتكلم مين؟ أنت بتكلم رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. أطلب كتير كده ولا يهمك، يعني أطلب بلا لا، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وأنت بتطلب من واحد صديقك ولا رئيسك ولا أبوك؟ أنت بتطلب من رب العالمين.